وبعد 234 يوما للحرب الإسرائيلية على غزة، تواصلت جهود الفرق الطبية والدفاع المدني إثر مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما قصفت مخيما للنازحين غربي رفح، مما أدى لاستشهاد 45 فلسطينيا وجرح المئات بينهم أطفال ونساء. ووقعت المجزرة التي وصفها ناشطون فلسطينيون بمحرقة الخيام في منطقة كان الجيش الإسرائيلي قد صنفها ضمن المناطق الآمنة. ونددت الرئاسة الفلسطينية والقوى الوطنية بالمجزرة، كما خرجت مسيرات غاضبة في مناطق بالضفة الغربية وطالبت بوقف الإبادة في غزة. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن جنديا مصريا قتل وأصيب آخرون في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح. Bye.